النرويج تنافس المغرب في السوق الدولي للفوسفات بعد إعلانها اكتشاف أكبر مخزون من نوعه في العالم. باتت النرويج منافسة للمغرب في احتياطات الفوسفات بعد إعلانها اكتشاف احتياطي ضخم من الفوسفات عالي الجودة تحت الأرض ليصبح أكبر مخزون من نوعه في العالم بحسب الشركة المستغلة للموارد. ونتيجة لذلك أصبح للمغرب منافس قوي في السوق الدولية. وحسب ما أورده موقع يورو أكتيف، فإن 90% من الفوسفات في العالم يستخدم في إنتاج الأسمدة الزراعية، حيث لا توجد بدائل في الوقت الحالي. مع ذلك يستخدم أيضا في تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية. وحسب ذات المصدر من المرتقب أن يشكل هذا الاكتشاف نقطة تحول مهمة في اقتصاد الفوسفات العالمي، بحيث يقدر هذا الاحتياط المستكشف ب70 مليار طن، وسيمكن من تلبية احتياجات العالم من الفوسفات لصناعة الأسمدة والألواح الشمسية وبطاريات السيارات للقرن المقبل.